السلام عليكم، معكم الاستاذ عبير من المديريه التقليديه المحسبه. اليوم غادي نشوفوا التصفيه التاليه الاعدادي، التصفيه المثلثه قائم الزاويه والدائره. هذا الزمن ينقسم الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي منتصف وتر مثلث قائم الزاويه، المرحله الثانيه هي مباهره في طرف، والمرحله الثالثه جيد تمام زاويه حاده. غادي نبداو بالمرحله الاولى هي منتصف وتر مثلث قائم الزاوية. أول حاجة شنو هو الوتر ديال مثلث قائم الزاوية؟ الوتر هو المثلث الذي يقابل الزاوية القائمة، ولا بكل بساطة عندنا أ بي سي مثلث قائم الزاوية في أ، إلى حين أ شنو غادي يبقى؟ غيبقى بي سي، إذا بي سي هو الوتر المثلث أ بي سي. إذا كنا مثلا أ بي سي مثلث قائم الزاوية في بي، إذا نحيدو بي شنو يبقى ناقص؟ إذا ناقص هو الوتر. الخاصية الأولى تقول إذا كان اي منتصف بي سي، فإما اي ا تساوي اي بي تساوي اي سي تساوي بي سي على اثنان، يعني ها هو عندنا واحد المثلث قائم الزاوية. إذا كانت اي منتصف بي سي فهي تبعد بنفس المسافة على النقص بي، يعني أن المسافة اي ا تساوي مسافة اي بي تساوي مسافة اي سي. بصيغة أخرى يعني أن اي هي مركز الدائرة المحيطة بمثلث بي سي، يعني بصفة عامة لإنشاء مركز دائرة محيطة بمثلث خصنا نرسمو على الأقل وسيطين من وسيطات المثلث، ولكن هذا المثلث له وحدة خاصة هو مثلث قائم الزاوية. تيقول لك بلا ما ترسم وسيطات المثلث يكفي ترسم منتصف الوتر. ونتأكدو شوفو هنايا ناخدو إي هنايا نحاول نرسم هذه الدائرة التي تحيط بمثلث أبيس. هنا غنصبرا نحاول معها لأن ستيلو ماشي بحال الطباشير صافي، ولكن نتوما عندكم تفاصيل ها هو تيكون أ تيكون بي، الحمد لله تيكون سي ها هو المثلث أبيسي. صحيح؟ إذا لإنشاء مركز الدائرة الوحيدة المثلث قائم الزاوية يكفي إنشاء منتصف الوتر. ندوزو للخاصية التالية وهي الخاصية العكسية ديال هاد الأول. الخاصية العكسية شنو تقول؟ أبيسي مثلث كما بغيتو، ما عرفوش واش قائم الزاوية. إذا كانت إي منتصف بيسي وإي منتصف بيسي، إذا كانت إي أ تساوي إي بي تساوي سي، فإذا مثلث أ بي سي قائم الزاوية. يعني العكس ديال الخاصية بالضبط، الخاصية الأولى تقول إذا كان قائم الزاوية فإن إي أ تساوي إي بي تساوي سي. دابا هذه إذا كانت إي أ تساوي إي بي تساوي سي، فإن مثلث قائم الزاوية في أ. بصيغة أخرى إذا كانت نقطة أ، إذا كانت أ نقطة من دائرة خطوة بي سي، فإن أ بي سي مثلث قائم الزاوية في أ. هذه دائرة. وقطر كيها بي سي. الخاصية الأولى إذا خدينا النقطة أ في أي مكان من الدائرة، أي مكان من الدائرة تساوي النقطة بي بس، أي كل المثلث قائم الزاوية في أ. مثلا افترضنا أن ناخذ نقطة أ هنا، نقطة أ هنا، غادي يكون المثلث أ بي سي قائم الزاوية، غادي نرسمو، غادي نشوف شنو غادي يكون هنا. أو المثلث يكون قائم الزاوية بهذه النقطة أ. نفترضو شي تمييز آخر، خدنا النقطة أ هنا، خدنا شي مكان آخر، في أي مكان خدنا النقطة أ غادي يكون المثلث قائم الزاوية. صافي، هذه الخاصية العكسية ديال الخاصية الأولى. دابا نشوفو الثانية، الثانية هي مبرهنة بيتاغورس. بيتاغورس هو أحد علماء الرياضيات العالم اليوناني، دار واحد المبرهنة سموها مبرهنة بيتاغورس. تقول بيتاغورس إذا كان مثلث قائم الزاوية في أ، يعني الملاحظة المشتركة يعني بلاصة كلامنا تتكلم على خص يكون مثلث قائم الزاوية، فإن بي سي أوسيتان الوتر أوسيتان يساوي الضلع الأول أوسيتان زائد الضلع الثاني أوسيتان، يعني بي سي أوسيتان يساوي أ بي أوسيتان زائد أ سي أوسيتان، يعني فرق الضلع هو الوتر. هو الوتر. يعني تقول لي أخذت الوتر نوع أوسيتان
يساوي أبيو سيمان زائد أسيو سيمان. دير الأول سيمان زائد الدير الثاني كوسيمان. دابا الثالثة جي تمام زاوية حادة. المثلث قائم بزاوية بصفة عامة عنده زاويتان حادتين، أي مثلث قائم بزاوية عنده زاويتين حادتين. أبي سي مثلث قائم بزاوية فيها جي تمام زاوية الزاوية أبي سي ويقاس له بباص كوسينس أبي سي، يعني باص نقولوا جي تمام زاوية أبي سي هذا يعني كلمة أبسط كلمة هي كوس أبي سي، هو كوس أبي سي يساوي أبي ثم على بي سي. الشكل هو لو عندنا أبي سي مثلث قائم زاوية في أ، هاي النقطة الزاوية بي زاوية حادة، بغينا هاد الزاوية بي هادي نشوفو الكوسينيس ديالها. إذا بالنسبة للزاوية بي عندنا واحد الدرعين هما بي سي و أبي، لأن الزاوية بي تتكون من أبي و بي سي. إذا واش نفرقو بيناتهم؟ واحد نسميوه المحادي و واحد المطر، هما بجوج ديال المحادي، ولكن باش نفرقو ما نقولوش بجوج ديال المحادي، واحد هو هذا كيسمى المحادي الزاوية والوتر هو باين أن المثلث عنده واحد الوتر، تنسمو كوس كوس أبي سي بصيغة أخرى هو طول الضرب المحادي على طول الوتر. الوتر دابا غادي ننتقلو نشوفو شي تمرين، نشوفو شي تمرين تطبيقي اللي هاد التمرين كيحاول ما امكن يشمل هاد الخاصيات الثلاث ولا هاد المراحل الثلاثة ديال الرسم. دابا غادي نشوفو التمرين اللي غادي نطبقو فيها هاد الخاصيات هادو، كنا شفنا في المنتصف وتر مثلث قائم زاوية، شفنا مباراة بالطاوس، شفنا الجيب تمام زاوية حادة. نديرو هاد التمرين هنا أبي سي مثلث قائم زاوية في أ وإي منتصف بي سي و أبي تساوي 8 و أبي سي تساوي 6 أنشئ الشكل. يا هي الشكل ما قلناش 100 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر، يعني ناخذ الوحدة في الوحدة. مثلا غادي نرسم هنا أبي الوحدة هي وناخذ كل نص سنتيمتر هو واحد. إذا أنا لا رسم لي 2 ندير 4 ما خدمش لي الشكل بزاف. مثلا ولكن هي ثمانية، لأن في الوحدة الجديد كل نصف وحدة هي واحد. مثلث قائم الزاوية يعني سن الكوس، شوفوا عندنا مثلث قائم الزاوية باش نلقاو الزاوية القريبة. إلا خديت نصف وحدة يعني ثلاثة بس ما في ثلاثة فقط، خلاص أ ب س مثلث قائم زاوية قائم زاوية في أ. إي منتصف بي سي المفروض سيكون بي كار، غنحضر التقايس إي منتصف بي سي، هنايا عندنا 6 هنايا عندنا 8. السؤال الأول هو محسوب بي سي، إذا هذا السؤال موجود، إذا السؤال الأول أنشئ الشكل، السؤال الثاني محسوب بي سي. بالنسبة لهذا المثلث القائم بالزاوية عندنا ضلعين، إذا مباراة بالطاوس شنو تقول؟ تقول هي كان عندنا ضلعين وبغيتي تحط على الضلع الثالث، إذا نقدروا نستعملوا مباراة بالطاوس، يعني فقط يكون المثلث القائم بالزاوية، إذا في الجواب شنو كيكون؟ لدينا أ بي سي مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية في إذا حسب مبرهنة بيتاغورس، إذا حسب مبرهنة بيتاغورس شو عندنا؟ حسب مبرهنة بيتاغورس يكون الوتر أو سيتان
يساوي الدال على الكوسينوس الدال على التان. إذا كنت القائم نسميه في أ، إذا هو مثلا هو بي سي، بي سي أوسينان تساوي أ بي أوسينان زائد أ سي أوسينان. صافي دابا نفهمو التطبيق عددي، دابا غادي نطبقو بالعدد. إذا بي سي أوسينان تساوي أ بي تساوي 8، 8 أوسينان زائد أ سي تساوي 6. زائد 6 أوسينان، إذا بي سي أوسينان تساوي 64 زائد 36، 8 أوسينان هي 8 في 8 هي 64، 6 أوسينان هي 6 في 6 تساوي 36، بي سي أوسينان يساوي 100. دابا شكون هو العدد أوسينان الذي يكون 100؟ ما هو العدد الذي مربعه يساوي 100؟ هو 10 أوسينان، إذا بي سي أوسينان تساوي 10 أوسينان. أنا الحين لو جبنا أوسينان يبقى بي سي تساوي 10. احنا جاوبنا على السؤال التالي. نشوفوا السؤال الثالث. السؤال الثالث محسوب أي. إذا محسوب أي واخا ما نطلبوش أصلا الشكل يرسم أي ماشي سؤال. محسوب أي. هذه باقي. الخاصية الأولى اللي كنا قلنا فرضا تقول بأن إذا كان مثلث قائم زاوية فإن منتصف الوتر يبعد بنفس المسافة عن الرؤوس الثلاثة. إذا فعلنا ذلك في هذا الشكل لدينا A B C مثلث قائم الزاوية في A. إذا ما احتاجناش نديرو باراميتروس، محتاجين شيء آخر. و إي إي منتصف و إي منتصف بس الوتر بس و إي منتصف الوتر بس وقعت في المول. إذا المسافة إي آ تساوي مسافة إي بي تساوي مسافة إي سي تساوي بي سي مقسومة على إي آن. إحنا محتاجين أن بي سي مقسومة على إي آن. إذا المسافة إي آر تساوي بي سي شحال كم تساوي بي سي؟ درنا سؤال إيكو درنا 10، 10 على إي آن إذا إي آر تساوي 5. ما عطاناش شي بيت لا إحنا نخليوها مليوني بيت. رابعا احسب كوسينيس ا بي سي وكوسينيس ا سي بي. رابعا خلقوا على الاقل ان المثلث قائم زاوية ا بي سي مثلث قائم زاوية ا بي سي مثلث قائم الزاوية في A. إذا كوسينس الزاوية ABC كوسينس الزاوية ABC أنا نأخذ كوسينس الزاوية AC. إذا في التعريف ديال الكوسينس، الكوسينس بصفة عامة ديال الزاوية شنو هو؟ كوسين ديال الزاوية هو الضلع المحادي مقصور على الوتر. إذا مثلا نهضرو على الزاوية بي، الزاوية بي، إذا شنو هو الضلع الذي يحادي الزاوية بي؟ يعني شنو معنى يحادي الزاوية بي؟ إذا الزاوية، الزاوية مكونة، مكونة من درع، الزاوية مكونة من درع، أنا نجيب بهم كيتسماو الضلع الذي يحادي الزاوية، وكيفاش نفرقوا بيناتهم؟ واحد هو الوتر، لأن الوتر عنده واحد الوتر، والضلع الآخر كنسميو يحادي الزاوية. إذا بالنسبة لهذا الزاوية بي عندنا درعين، عندنا بي أ وبي سي، واحد هو المحادي والآخر هو الوتر. إذا هنايا في الوسط تنديرو الدرع المحادي، نبداو بالوتر بالسهل، الوتر في المقام، الوتر هو بي سي. إذا شكون بقى؟ بقى لنا بي أ. تنقول الزاوية بي يعني بي أ بي سي. بي أ كم تساوي؟ بي أ تساوي 8، بي سي كم تساوي؟ 10،
ممكن خلوها حتى 8 على 10، ممكن نختزلوها، ممكن نحسبوها على نحسبها عندنا 0.8. دابا عندنا كوسينس الزاوية أسي بي، كوسينس الزاوية أسي بي كذلك يعني قسم. ملاحظة مهمة أن الكوسينس دائما أقل من واحد، يعني مثلا شي كمين، شي كمين كيسد كوسينس، صافي خرجوا جوج فاصلة ثلاثة، غادي يعرف بأن خطأ. دائما الكوسينس أقل من واحد، ما بين صفر وواحد. نشوفوا الزاوية سي، بالنسبة لهذا المثلث القائم بالزاوية الوتر هو نفسه ولا يتغير، إذا الوتر هو السيفر، غيكون في الباقي. دابا نشوف فيه البسط، إذا الزاوية سي تتكون من ذات سي بي والسي أ، إذا السي أ هو ذات المحرك نديرو في البسط. تساوي نعوضو واش غدينا 6 على 10، إلا قسمناها غدينا 0.6، أخذناها ماشي مشكل. دابا السؤال 5 فيه ألف و ب، نشوفو السؤال 5 الشكل غادي نخليه لأن غادي نستعملو في الشكل، ونحاول نجاوبو على السؤال 5. خمسان ألف، أنا شو مطلوبنا في خمسان ألف، وحسوب بعشر، إذا الأول خصني نرسمها بنقطة أش، شنو هي أش؟ أش هو المستقيم العمودي للنقطة أ على بي سي، إذا غادي نرسم المستقيم العمودي للنقطة أ على بي سي. الهدف ديالنا دابا هو الحساب ب 10، إذا غنشوفو المثلث اللي كيعمل ب 10، عندنا أ ب 10 هو المثلث القائم بالزاوية اللي فيه 10، الاستعمال من ضرب ناقص على الأقل يكون نظيرين معروفين، عندنا هنايا أ ب معروف، ب 10 معروف، ولكن أ 10 معروف، إذا الفكرة ديال الاستعمال من ضرب ناقص هنا غتكون شوية صعيبة، ولا في الحالة غتكون غير ممكنة. إذا غادي نحاول نستعمل المفهوم ديال جيب تمام زاوية، يعني المفهوم ديال الكوسينس. إذا خدينا المثلث أ بي 10، نقدر نقول عليه المثلث القائم بالزاوية، لأن يعني أش هي المثلث العمودي. أ بي 10، أ بي 10 مثلث قائم الزاوية في قائمة الزاوية في نقطة 10، إذا الزاوية الحادة ديال المثلث هي الزاوية أ هادي وزاوية ب، حنا نحسبو كوسينس الزاوية أ ب 10، إذا حسبنا كوسينس ديال الزاوية أ ب 10 هي الضلع المحاذي على الوتر، إذا هي الزاوية ب هنا، إذا بالنسبة لهذا المثلث أ ب 10 إذا حيدنا 10 يبقى أ ب، إذا أ ب هو الوتر. إذن أ ب في مقام، يعني ب 10 ونصف، تساوي هاد ب 10 هادي ما عندناش، ما عارفينهاش، هي كتقل، إذا غادي نخليها، أخلي ب 10، ولكن أ ب معروف، أ ب كم يساوي؟ يساوي 8، إذا ب 10 مقصورة على 8، الزاوية أ ب 10. غادي نعاودو الوتر هو ب الضلع المحادي هو ب 10، والوتر ضلع الوتر هو قرب ثم على 8 فعلا. دابا مازال ما لقيناهاش، لقيناها بدلالة ب 10، نعلم أن الزاوية أ بي سي، الزاوية أ بي سي هي نفسها الزاوية أ بي 10. الزاوية أ ب سي والزاوية أ ب 10 هما نفس الزاوية، بما أنهما نفس الزاوية إذا لهما نفس الكوسينس، بما أنهما نفس الزاوية إذا عندهم نفس الكوسينس، إذا هذه كتبنا لها كوسينس
كوسينس ا بي اش تساوي كوسينس ديال ا بي سي. اذا كوسينس ا بي اش كم تساوي في الحالة؟ هي بي اش مقسومه على 8. بي اش مقسومه على 8 تساوي كوسينس ا بي سي اللي هو حسبنا قبل اللي هو 8 على 10. 8 على 10. اذا هذه مسألة جرى لأن وصلنا نستعملوا تساوي الكسرين نأخذ الورقة الثلاثية وثمانية في ثمانية على عشرة. إذا بي اش تساوي ثمانية في ثمانية هي 64 على عشرة. أي عدد 64 على عشرة تدير لي فاصلة فقط نزيد الفاصلة يساوي 6.4. دابا وصلنا للسؤال ب. السؤال ب هنايا احسب اش ثم سي اش. اذا لحساب اش نستعملو مباهلة فيتاموس. نرجعو لنسمو ثلاثة إما نستعملو مباراة بيتاوس فمثلا أش بي لأن تعرفو جوج أضلاع تعرفو بي أش وتعرفو أر بي، وإلا تقدرو كذلك نستعملو الزوايا نبينو بأن عندنا شي زاويتين متساويتين نقدرو نقولوها بأن هاد الزاوية هادي الزاوية أ أش أ سي هاد الزاوية هادي تساوي الزاوية أ بي أش تكون زاويتين متساويتين ونستعملو نفس الكوسينس ديالهم. إما نستعملو الزوايا ولا نستعملو نفس الكوسينس. واخا دابا هنايا غادي نحاول ما أمكن نستعمل المباراة بيتاوس. ناخدو لدينا أ بي أش مثلث قائم الزاوية في اش. اذا هي كان المثلث خارج الزاوية في اش. اذا حسب مباراة بيتاوس درع الوتر اس 6 يساوي درع الاول اس 6 زائد درع الثاني اس 6. اذا حسب مباراة بيتاوس شنو يكون؟ اذا حسب مباراة فيتاوس أبي أوسيتان يساوي أ أش أوسيتان زائد بي أش أوسيتان. هنايا كان محتاج أ أش نستعملو كمعادلة بي أش معروفة أبي معروفة. إذا أ أش أوسيتان يساوي أبي أوسيتان ناقص بي أش أوسيتان. إذا أ أش أوسيتان تساوي دابا أ بي نعود القيمة ديالها كم تساوي أ بي؟ أ بي تساوي 8 يعني 8 أوسيتان. بي أش كم تساوي؟ 6.4 يعني ناقص 6.4 أوسيتان. إذا نحسبوها 8 أوسيتان هي 64 ناقص 6.4 أوسيتان إلى عكسناها يعني 6.4 في 6.4 فيها 40.6 أوسيتان. أش أوسيتان نديرو الفرق ديالهم هادو عطينا 23.04 إلى عكسناها 64 دابا خصني نحسبو هو العدد اللي أوسيتان المربع ديالو كيعطيني 23.04. غادي نحسب غادي نقابل أن داك العدد اللي إلا حسبتو أوسيتان يعطيني 23.04 هو 4.8 يعني أ أش أوسيتان تساوي 4.8 أوسيتان. دابا أ أش تساوي 4.8 حنا لقينا أ أش. بقى لنا استنتج سي أش غنديرو السيتا ديال سي اش باش نسدو سي اش نقدرو بلا ما نستعملو مباراة بيتاوس
هما الدراسه المثلث اه اش سي، المثلث اه اش سي عندنا اه اش معروفه اه سي معروفه المثلث هما الدراسه، ولكن الاسهل هو عندنا بي سي كله بي سي كامل معروف، وعندنا بي اش معروف، اذا سي اش نقدروا نسميوها دابا غادي نحاول ندير استنتاج حساب اسي وشكرا على الانتباه اعزائي التلاميذ الى فرصه اخرى ان شاء الله